حقيقة يعني بدأت وزارة الأوقاف شؤون الإسلامية مثلا بإدارة شؤون الحج بتجهيزات مبكرة للموسم 1444. بدأنا بعد الموسم الماضي مباشرة بتقييم أداء عمل حملات الحج واستطلاع رأي الحجاج في موسم 43، وعقدنا ورش عمل مع أصحاب الحملات، توجهنا إلى الإخوان في المملكة العربية السعودية في مؤتمر جدة، واجتمعنا مع المسؤولين في وزارة الحج، مؤسسات الطوافة، وكلاء الموحد، الأدلاء، جميعهم، وقعنا أيضا مذكرات تفاهم في هذا الشأن، وكان التنسيق مثل ما قلت مبكر الحمد لله. السنة هذه الحمد لله بعد فتحنا التسجيل في وقت جدا مبكر، أول مرة نفتح تسجيل في 29 و 28 1، مدة شهر كامل تم الترشيح الحمد لله الأعداد كاملة موسم 1444. بدينا الترشيح بشهر 3، كان هناك أولويات في الترشيح. الفئة المستهدفة كانت في الترشيح للمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج، كانت هذه الفئة هي الفئة الأولى، وكان عددهم كبير جدا في التسجيل، حيث بلغ عدد التسجيل إجمالا 43,000 طالب للحج لموسم 1444. الفئة الأولى واحدة كانت تقريبا بحدود 27,000 كويتي، رشحنا تقريبا بحدود 12,000 أو 13,000، سجلوا عند الحملات بحدود 7,800، باقي عندنا من العدة تقريبا 200 اللي هو الطاقم الإداري والطبي للحملة. بخصوص الأسعار والخصوص أسعار الحج موسم 1444، احنا السنة هذه الحمد لله طبقنا فكرة تسجيل مركزي جديد، غيرنا اللائحة، وهذه الفكرة يعني نزلت الأسعار بشكل كبير، وهذه من ضمن خطة الوزارة في تقديم السعر العادل لموسم الحج. الحمد لله يعني الموسم هذا يعني نفس الخدمات اللي قدمت في الموسم الماضي نزلنا تقريبا 30-40% في بعض الحملات. هذه هي المرحلة الأولى في تخفيض السعر. احنا عندنا هم رؤية قاعد ندرسها في بعض التعاقدات وفلسفة تعاقدات الحملات والتكتلات إنشائها وترتيبها للمواسم القادمة، هم راح تساهم بشكل كبير في نزول الأسعار.